أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط هذا الصباح الجميل وبداية الجولة الثانية. الشوط الخامس هو الخاص بذلل المحليات الأصائل، شوط يحمل في طيات العديد والعديد من الأسامي اللامعة في هذا العالم الساحر، عالم الأصائل. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالمقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية والتحديات الجميلة، نتابع مياس محمد بن سيف بالضعيف الشامسي على مقدمة هذا الشوط، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثاني نتابع اليذابة على ثاني المراكز. العايدة ملكية الحمدان بن سعيد بن يابر تنطلق في ثاني التحديات وثاني المراكز. الدور المركز الثالث من الجانب الآخر، أرى هناك الكاسبية لمحمد بن خميس الشدي، وأرى التسلل أيضا من الطيار لمحمد بن يمعة. النابودة تنطلق إلى ثالث المراكز، خامس التحديات، أرى هنيس الهودة لغانم بن ناصر بن حتروش المنصوري من تتسلل في هذا الانطلاق الجميل. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق الجميل الى المركز السادس، وارى التسلل، ارى التسلل من مزنه عامر بن مصبح الراشدي في انطلاقه مزنه على سادس المراكز. سابع التحديات، رهني اليذابه سعيد بن سهيل بدليوي في متابعه وانطلاقه اليذابه على المركز السابع. ثامنا جبار الحمد بن عبيد بقطعه الظاهري تنطلق الى المركز الثامن في هذا التحدي والانطلاق الرائع. تاسع التحديات من الجانب الاخر، بن ظبيان لسعيد بن محمد بن حسين الخاطري تنطلق ايضا في تاسع المراكز. وعاشرا نتابع زعفرانه عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري في متابعه وانطلاقه زعفرانه، مشاهدينا متابعينا الكرام على عاشر المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود هناك أيضا مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة واليذابة، اليذابة اللي انطلقت إلى مقدمة هذا الشوط حمدان بن سعيد بن يابر في متابعة وانطلاقة اليذابة على الصدارة. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع ثاني المراكز، وأرى مياسة في ثاني التحديات بأداء متميز برقص جميل محمد بن سيف الضعيف الشامسي، متابعا لانطلاقة مياسة في ثاني المراكز. أرى الطيارة بدت نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام وننطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث. نتابع الطيارة محمد بن يمعة النابودة من تسلل مشاهدينا متابعينا الكرام في ثالث المراكز. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المركز الرابع ورابع التحديات، يا سلام. ننطلق مع المركز الرابع، أرى هني التسلل أيضا في السلهودة غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري ينطلق في هذا الأداء المتميز مع سلهودة على رابع المراكز. خامس التحديات الكاسبية محمد بن خميس الشدي المنصوري يتابع انطلاقة الكاسبية في خامس المراكز. وسادسا التسلل لمزنة عامر بن مصبح الراشدي في انطلاقة مزنة على سادس المراكز. سابع التحديات اليذابة سعيد بن سهيل بالدليوي ينطلق باليذابة في سابع المراكز. وثامن التحديات بن ظبيان سعيد بن محمد بن حسين الخاطري ينطلق في هذا الأداء المتميز والرقص الجميل. تاسع التحديات أيضا بن ظبيان لسيب بن حمد الظاهري في أول نداء مشاهدينا متابعينا الكرام. وعاشرا زعفرانه عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري في متابعة
في متابعة زعفرانة على عاشر المراكز. هذه النتيجة. نيدانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط. نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحدي الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك اللي على الصدارة وعلى المقدمة الطيارة محمد بن يمعة النابودة، أيضا من تقود المجموعة، من تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثاني واليذابة، اليذابة في ثاني المراكز، حمدان بن سعيد بن يابر في انطلاقة اليذابة ثالث التحديات. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع مياسر محمد بن سيب ضعيف الشامسي أيضا اللي أعلن الانطلاق وأعلن التحدي في ثالث المراكز. رابعا نتابع سلهودة لغانم بن ناصر بن حتروش المنصوري ينطلق في هذا الأداء المتميز. نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى التسلل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع رابع المراكز وأرى التسلل لمزنة عامر بن مصبح الراشدي ينطلق في هذا الأداء المتميز. والظبي من الجانب الآخر محمد بن مطر المهيري أيضا ينطلق مع الظبي في الأداء المتميز، في الرقص الجميل، في الاندفاع الرائع، والتحديات أيضا القادمة من أرى التسلل من الناصرية لسهيل بن علي النيادي أيضا ينطلق مع الناصرية في هذا الأداء المتميز، والرقص الجميل والشاهينية للسودي بن قريع العامري تنطلق أيضا بأداء متميز بعرض جميل. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع سلهودة غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري ينطلق في هذا الأداء الجميل في هذا التحدي الرائع. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الشاهينية السودي بن قريع العامري يعلن انطلاقة الشاهينية على الصدارة وعلى المقدمة. الناصرية على ثاني المراكز تبحث عن النصر والانتصار، سهيل بن علي النيادي في متابعة الناصرية. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز وأرى التدخل أيضا في هذه اللحظات من مزنة عامر بن مصبح الراشدي من تتسلل بدورها. ورابع المراكز أرى هنيسة الهودة غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة والتحديات الجميلة، التحديات الرائعة والشاهينية. الشاهينية السودي بن قريع العامري يعلن انطلاقة الشاهينية مشاهدينا متابعينا الكرام على الصدارة. الشاهينية والسودي بن قريع العامري من يعلن انطلاقة الشاهينية على صدارة هذا الشوط. نتابع الناصرية على المركز الثاني في أداء متميز، في رقص جميل، سهيل بن علي النيادي من يتابع الناصرية في المركز الثاني. وأرى التحديات لليذاب سعيد بن سهيل بالدليوي من تنطلق على ثالث المراكز. رابع التحديات، هناك ايضا مزنة عامر بن مصبح الراشدي، ولكن نعود مع الشاهينية اللي بدأت تنفرد بناموس هذا الشوط وتغادر بالمقدمة، تغادر بناموس هذا الشوط. السودي بن قريع العامري يتابع انطلاقة الشاهينية. تهانينا للسودي بن قريع العامري، وسلام يا العز سلام على الأداء المتميز، وخصوصا هالعراد يستاهلون السلامات مع الأداء المتميز اللي قدمت الشاهينية في المركز الثاني للذابة سعيد بن سهيل بالدريوي، المركز الثالث الناصرية سهيل بن علي النيار، مزنة لعامر بن مصبح الراشدي، البقية بن حيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 33 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا للسودي بن قريع العامري على فوز الشاهينية بالمركز الأول، بينما اللي وصلت في